إيهاب جلال اتسأل عندك مشكلة انك في كلام على الاسماعيلي، فانت فعلا في حاجة على الاسماعيلي؟ قال لهم والله انا ابن الاسماعيلي وبحب الاسماعيلي، لكن طريقة الادارة قلقاني، ما اقدرش اشتغل في اجواء مش مستقرة. عنده حق طبعا، الاسماعيلي فرقة كبيرة وكل حاجة، وخسروا النهاردة برضو من مقاولين في اسماعيلية، عندهم مشاكل بالهبل. الادارة نايمة، الادارة مش فاهمة ان هم عندهم ايه وعندهم مشاكل ازاي، ومركزين في جزئية تانية خالص. وزي ما قلت قبل كده هفضل اقول، والناس بقى تقعد تقول او هم بتحديدا شايفين ان انا بهاجمهم وخلاص، انا بهاجمهم لان هم مش فاهمين هم عندهم ايه. عندهم جمهور عظيم وعندهم نادي تاريخه كبير، وهم مش فاهمين ده. في حد موصل الادارة بانه الاسماعيلي يعني مش هينافس، فخلينا في النص، ما نصرفش كتير، نكسب كتير، نطلع صفقات، نجيب لعيبة عادية. طبعا في لعيبة ما تستحقش تلعب في النادي بتلعب في النادي، في لعيبة تستحق تلعب في النادي لكن ما بتدخلش النادي بسبب جو السمسرة والوكرة اللي حضراتكم عارفينه. رئيس النادي مش مركز في النادي، هو راجل عنده حاجات تانية في حياته، بأغلب الوقت مش موجود أصلا في النادي، أغلب الوقت بيدير النادي بالتليفون، الدايرة مقفولة هي هي. بينزل كده على قهوة هناك في اسماعيلية اسمها قهوة ابن البلد، فيها كل اللعيبة أو كل المدربين السابقين اللي علاقته كويسة فيهم، يروحوا جايبينه، يقعد أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة، وبعدين يجيبوا مدرب أجنبي كسر من أبو 8000 دولار و6000 دولار، ويقعدوه في استراحة النادي، وبعدين الراجل يطفش بعد كده أو يمشوه بعد شوية. ما فيش خطة، ما فيش حاجة، الدايرة هي هي والحكاية هي هي، والجمهور هو اللي محروق دمه. فالإسماعيلي في دايرة كنت أتمنى أنه هو يدخل الموسم ده بشكل كويس، لكن واضح أن الموسم ده هيبقى زي اللي قبله، ما فيش حاجة جديدة تحصل، و ما فيش حاجة جديدة هتحصل غير لما الإدارة دي تمشي بالبلدي كده. ما فيش حاجة جديدة هتحصل في الإسماعيلي غير لما الإدارة دي تمشي من أول رئيس النادي مهندس إبراهيم عثمان، مع كامل احترامي لشخصه، إنما واضح إنه في مشكلة. لأنه أنا كمان لما بقى رئيس نادي، يعني المفروض إن أنا داخل علشان أنا شعبيتي تزيد، أو أنا شعبيتي كبيرة في المنطقة اللي أنا فيها أو في النادي اللي أنا فيه، فأفيد واستفيد. ماشي، استفيد يا عم، زي ما كل رؤساء الأندية بيستفيدوا من تواجدهم على رأس الإدارات الفنية لأندية كبيرة وشعبية، لكن أنت شعبيتك ما بتزيدش. انا نفسي اعرف انا ايه اللي يخليني ابقى في مكان المفروض ان هو منصب تطوعي، يعني منصب شرفي، واتشتم والناس تكرهني والشارع كله يبقى مش طايقني وبتاع، والسوشيال ميديا مقلوب عليا، وانا مستمر ولا بنجح ولا بستفيد ولا بعمل اي حاجه. في حاجه غلط. فارجو ان الناس تبقى فاهمه ده. لو كنت حضرتك مش قد المسؤوليه انت وادارتك يا باشمهندس ابراهيم، فارجوك ارحل وسيب الاسماعيلي، عشان الاسماعيلي ما يستحقش خالص انه يبقى فرقه صغيره. الاسماعيلي فرقه كبيره، طول عمرنا عارفين انه الترتيب في مصر الاسماعيلي فوق، لازم. ما بقولكش ان الاسماعيلي كل سنه بياخد الدوري، بس على الاقل موجود، على الاقل بيكسب الاهلي، بيكسب الزمالك، بيعافر مع ده، بياخد كاس، بياخد، بيطلع في مش عارف افريقيا ايه، يقدم فرقه كويسه، يبقى عنده 6 7 لعيبه جامدين. الاسماعيلي انت بتهزر؟ الاسماعيلي يكسب اي حد في اي حته في اي وقت. الاسماعيلي ده احلى كوره في افريقيا لما في عز وفايق ورايق وعنده لعيبه. يعني مع احترامي الشديد يعني لاي حد ممكن يعارض النقطه دي، لكن الاسماعيلي في وقت من الاوقات لما كان عنده الفرقه اللي هي كلها نجوم من اول بقى بركات وعماد والشاطر واوتاكا وبيبو وحسني بعدهم وفتحي وحمص وحمام ابراهيم وخميس جعفر، ده ياخدوا اي حاجه في اي حد، ده يكسبوا اي حد في اي وقت في اي حته في اي مكان باي سكور باحلى كوره. يعني الاسماعيلي اللي دايما بيفرحنا بادائه قبل اي حاجه يعني. فأرجو أنه الرسالة دي توصل لمجلس الإدارة. مش هينفع أن كل أسبوع الناس تطلع تهاجمك واستوديوهات تتكلم وانتوا مفيش، انتوا مش حاسين باللي عندكم، مش حاسين بقيمة النادي اللي انتوا ماسكينه. فلو مش حاسين بقيمة النادي اللي انتوا ماسكينه، أرجوكوا استقيلوا، أرجوكوا امشوا، أرجوكوا سيبوا النادي ويشوف حد تاني يفيده، لأنه النادي ما يستاهلش خالص اللي انتوا عاملينه فيه ده.